نلمس اليوم كلاما كثيرا ونسمع كلاما كثيرا، هذا صفته كذا وهذا صفته كذا، هذا اسمه كذا وذاك وصفه كذا، وهذا كله يدخل في التنابز بالألقاب أحيانا، وربما دخل في الغيبة من وجه آخر، وربما تضمن شيئا من النميمة عياذا بالله، وهذا مما تذهب معه القوة. وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. العجب أن الشقاق يمتد إلى البيت الواحد، فيكون بين الأب والابن، وبين الزوجة والزوج، وبين الأخ والأخ، وبين الجار وجار. وهذا هو الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ الحالقة. حالقة تحلق ماذا؟ تحلق الدين، تزيله. تأمل حين تكون بينك وبين بعض أحبابك أو إخوانك أو جيرانك أو زملائك خصومة، كيف يكون قلبك في أثناء هذه الخصومة؟ كل منا مر بخصومات في حياته، كل منا يذكر أنه كانت له خصومة مع صديقه أو مع زميله في العمل أو مع رئيسه أو نحو هذا. كيف كان قلبك في أثناء هذه الخصومة؟ أول شيء منشغل جدا بهذه الخصومة، ثاني شيء يتكلم في نفسه بكلام من الباطل أو من الفسوق أو من السباب وإن لم يبرزه إلى الناس، يعني يغتاب صاحبه في قلبه، ثالث شيء تخرج بقى العبارات الشديدة كالطلقات أو كالقذائف، ربما أصابت عرضة أو ربما أصابت ولده أو ربما أصابت ماله أو ربما أصابت شيئا من أخلاقه، قذائف تنال العرض والعياذ بالله، أو تنال السمعة أو تنال كذا، وهذا كله ما سبب هذه الخصومة التي إذا وقعت أذهبت الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. ولهذا أنفع شيء لقلبك أيها الإنسان ألا تحمل الضغن على أحد، أنفع شيء لقلبك ألا تحمل الضغينة على أحد أبدا، حتى لو أساء إليك. ليه؟ مش لأنك تريد أن تحسن إليه، لا، لأنك تريد أن تحسن إلى نفسك. كيف ذلك؟ تفريغك قلبك من إرادة الانتقام، تفريغك قلبك من إرادة البطش بهذا الذي أساء إليك، تفريغك قلبك من الوساوس والهواجس، قال عني كذا وقال عني كذا وقال في حقي كذا وفعل معي كذا، مشغول القلب بهذه المشاكل، فهذه المشاكل تصدك عن الله، تؤثر في سيرك إلى الله، تشوش عليك صلاتك، تشوش عليك قراءتك، تشوش عليك ذكرك، تشوش عليك علاقتك ببقية أحبابك. ليه؟ قلبك مشغول بما قيل عنك وبما قلت فيه وبما أخطأ في حقك وبما عليك أن تفعل وببعض المنازعات، وربما امتد النزاع إلى القانون وإلى القضاء وإلى كذا وإلى كذا. ما الذي تنتفع به؟ إنك تنتفع بفساد في قلبك عياذا بالله، بشيء من الهواجس والوساوس الباطلة، شيء من الغيبة ولو في قلبك لهذا الإنسان. وهذا كله يعني لو تأملت ضده من انشغال قلبك بالله، من انشغال قلبك بطاعة الله وذكره، من استنارة قلبك بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدت أن اشتغالك بالذكر والطاعة وصلاح القلب هو أنفع لك من اشتغالك بعداوة أو بخصومة أو بمسألة بينك وبين إنسان، حتى ولو كان مسيئا، حتى ولو كان مخطئا، حتى ولو كان قد فعل ما فعل. ولهذا كان هذا الثواب
على تفريغ القلب من الخصومات من أعظم الثواب. الرجل، والقصة معروفة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وتتبعه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كانت الخصلة العظيمة التي يعني بلغ بها ما بلغ أنه لا يحمل في قلبه ضغينة لأحد، وأنه يبيت كل ليلة سليم الصدر للمسلمين. سليم الصدر للمسلمين خصلة بسيطة، وهي عمل سلبي مش عمل إيجابي، عمل سلبي، يعني لا يذكر أحدا في قلبه إلا بخير، لا يذكر أحدا في قلبه إلا بخير. فهو ينام حين ينام ويضع رأسه على المسادة، ليس بينه وبين أحد من الخلق خصومة مطلقا، وإنما هو يترضى عن الخلق ويعفو عما وقع منهم في حقه، ويقول عند نومه: اللهم إني تصدقت بعرضي ليوم فقري، تصدقت بعرضي ليوم فقري. يعني كل من تكلم في حق أو أساء إلي أو نال شخصي بأذى فقد عفوت عنه، فهذه صدقة منه على نفسه، يعني صدقة يتصدق بها الإنسان أنه يعفو عمن أساء أو عمن ظلم. وهذه التي بلغ بها ذلك الصحابي هذا المبلغ الذي لأجله ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الجنة.